كان بالنسبه لي في شغف ان انا اشتغل على خامه زي كده. كان في تحدي كبير ان انا اشتغل على ورق البردي، لان هو خامه من الالياف، لان هو نبات. ازاي هشتغل على خامه زي ديت وانا فنان تشكيلي بشتغل بتقنيات وبخامات حديثه؟ فكان بالنسبه لي في حاله من حالات اكتشاف، وكانوا بيستخدموه المصريين القدماء في الكتابات والرسائل بتاعتهم بعد ما كانوا بيعملوها وبيدونوا رسائلهم وكتاباتهم ومراسلاتهم على الحجر. فكان بالنسبه لهم اكتشاف، وكان سابق وقته ان يبقى في ورق بردي اللي هو شيء بيجي من الطبيعه. فكان بالنسبه لي تحدي، لان انا ما اشتغلتش بيه قبل كده. في الاول في بعض الصعوبات بدات اتعرف عليه، يعني يحصل ما بينه وما بينه كده حاله من التعرف، ان انا اشوف طب ايه لو قللت نسب الميه هتبقى ايه، لو زودت مثلا اللون بشكل معين من غير اي ما يتخفف من اي وسيط. فكان في حاله التحدي ده ان انا اقدر اوصل رساله زي ما المصري القديم قدر يوصل.